خير والتفاؤل على حضراتكم. النهارده جمعه جديده وفقره جديده زي ما اتعودنا، بنقابلكم كل يوم جمعه الساعه 10 الصبح. معلش بصحيكم بدري شويه، بس هنقدم لكم معلومات تفيدكم وتنول اعجابكم باذن الله. صباح الخير يا شيماء. صباح الخير يا سحر، وصباح الخير على كل الساده مشاهدين برنامج ميديا زوم والناس اللي صاحيه بدري عشان تتفرج علينا، وكمان متابعين اللايف كوتش نوره جمعه. اهلا وسهلا بحضرتك يا كوتش. صباح الخير يا كوتش. صباح النور. جايبه لكم ورده. صباح التفاؤل بقى. عايزين نستكمل طبعا النهارده، احنا قلنا هنعمل برضه عملي كده على القدم، تمام؟ وبرضه واحنا بنعمل العملي هنبتدي ان احنا نستكمل كلامنا عن، كنا بنتكلم عن المشاعر. الخوف وعن المشاعر والغضب. بس الغضب احنا اتكلمنا ان بيأثر على اي عضو، لكن الكبد بس. عايزين بقى ازاي احنا يعني نتغلب على الغضب، إدارة الغضب يعني ازاي نتحكم فيه. تمام، مبدئيا كده اصلا يعني احنا مثلا لما يكون حد غضبان قوي بالفطره خالص بنقول له طيب اقعد بس خد نفس واهدى وكده. فطبعا اصلا الغضب شعور طبيعي جدا وكلنا بنشعر بيه وبنحس بيه وده طبيعي. فاحنا لما يكون مثلا شخص غضبان ممكن نقول له طيب اهدى اقعد خد نفس، هو طبعا مش هيهدى وكده، بس ممكن لو اخذ نفس فعلا او غير المكان اللي هو موجود فيه، يعني مثلا لو هو قاعد يقوم، لو ماشي يقعد، يغير الحركه اللي هو عليه. يغير الحركه بتاعته فهيغير الطاقه. وفي تقنيات كتيره ممكن يعني حد متخصص يساعده، زي مثلا السايكو دراما، او هو ممكن يعملها في البيت. فبالنسبه للسايكو دراما يجيب الشخص اللي هو عامل له غضب، لان في ناس ما نقدرش اللي احنا نعبر عن مشاعرنا ليهم، مثلا مديري في الشغل مثلا وغضبانه منه فما اعرفش ان انا اسيء الادب او اقول الكلام ده، او مامتي بابايا اي حد تعبني مدرسي. فطبعا لو الموضوع مأثر عليا تاثير جامد وما ينفعش ان انا اكبته، لان كبت الغضب ده بيعمل لي مشاكل في الكبد. فاللي احنا نعبر عن مشاعرنا، لو اقدر اتكلم مع شخص بذوق وكده واقول له في حاجات بتضايقني وبتعمل لي غضب، فمن فضلك يعني حاول انت تتعامل معايا بلطف. وطبعا ده مش بيحصل، لان احيانا الشخص لما انت بتقول له كده هو وانا غضبان لما بتكلم كده مع شخص بيزيد الغضب بتاعه. فممكن اجيب الشخص ده قدامي اتخيله اللي هو مثلا مخده، اتخيله اي حاجه قدامي وافضل افرغ كل المشاعر اللي جواه. حلو جدا. طيب احنا ممكن نبدا العملي كمان واحنا بنتكلم، بحيث ان احنا نبتدي نشوف لو هنعمل عشان جلسه القدم دي في ناس اصلا طلبتها. يعني بالاسم لو هنبدا عشان نعرف تطبيق العملي ازاي، نعرف الاول خالص احنا بنطهر بنبدا ازاي. اوكي تمام، اتفضلي. بسم الله. هو في البدايه كده بنشوف القدم اللون بتاعها، في هنا ضعف، تمام، وفي تقريبا نقص حديد، في انيميا، تمام. بنعرف كل ده من اللون بس، من لون الرجل. من لون الرجل. هي المفروض اصلا وكمان البرد ليه عامل الدوره بيغير اللون كويس. طب ايه اللون اللي في الرجل يعني بنعرف منه النقص؟ الوردي. اللون الوردي ده العادي، انسان طبيعي وصحي جدا. لكن اي لون تاني بقى بيبقى حاجه في لو في مثلا لون اسود ده عنده مشكله في الدوره الدمويه. اللون الاسود الغامق ده في عنده مشكله في اسود الدورة ولا الدموية. ازرق مزرق كده، هو مزرق جايب بسواد يعني. بس زي ما حضرتك بتقولي البرد كمان ساعات بيعمل كده يعني بيزرق القدم. في ناس ما هو انا لو الدوره الدمويه شغاله في جسمي كويس اصلا مش هيبان مش هحس بالبرد قوي. تمام. طيب احنا بنبدا اول حاجه، بتعملي تدليك الاول ولا بنطهر او الساعدات بيكون ازاي بدايه الجلسه؟ بس بحاول ان انا المس جسمها يكون في بيننا تواصل. حلو قوي. يعني تمام. بنبدا الاول خالص احنا نلمس جسم الشخص اللي قدامي عشان احنا واحد. تمام. فعشان احس مشاعره واتواصل معاه بالعينين. حلو قوي. وباللمس، لان اللمس ده حاجه مهمه جدا بتنقي الروح كده. تمام. فاحنا في البدايه خالص بنبدا نعقم. حلو. الكحول. تمام. الكحول طبعا يعني حبيب الملايين. الا الكورونا مش حبيب. وده زيت ممكن نستخدم اي نوع من الزيت. فاكره ميكروفون والله. اللي هو ضعف يعني. زيت ايه بقى ده؟ ده مجموع زيوت على بعض، زيت لافندر على زيت بارافين على زيت ياسمين. يعني مش لازم دول بس، يعني اي انواع مجموعه زيوت اي نوع من انواع الزيوت يعني، بس اي زيت انت حباه يعني. بس في طبعا الزيوت كل نوع زيت بيأثر على حاجه معينه يعني مثلا في زيوت علاجيه
وفي زيوت للاسترخاء يفضل في الرجلين الزيوت يعني كل زيت ليه غرض مش زيته كده وخلاص. طبعا يعني طب زيت الزيتون يصنف من الزيوت العلاجيه صح؟ زيت الزيتون من العلاجيه وكمان اللي بتسخن الجسم فبنستخدمها في العلاجيه للشعر وللبشره يعني حاجات كتير للجسم كله. طبعا فاحنا في البدايه بنحاول ان احنا نعمل زي مساج خفيف كده للقدم. فده بتعملي لها استرخاء؟ هو المفروض اصلا تكون نايمه ومسترخيه والجو يكون هادي يعني كده جو شموع بقى وكده وتحاول اللي هي تفصل خالص يعني تحاول هي تتواصل مع جسمها اكتر وتهيئه المكان برضو ليه عامل مهم جدا في انها تستقبل ليها تسترخي وتكون مستقبله للجلسه كويس. طيب احنا كده هنبص على الرجلين من هنا من فوق من عند دي مكان الاسنان. هي كده عندها الصباع الكبير لا ولا الاسنان إيه؟ الضوافر الاسنان الضوافر بتحدد لنا. فهي بالنسبه للاسنان عندها مشكله صح مش عارفه بس هو هنا باين لي اللي فيه مشكله في الاسنان وفي الضروس من هنا. ده بتبان في شكل الضوافر يعني مثلا لو الضوافر هنا لونه الطبيعي بتاعنا الاحمر ده تمام لكن لو فيه هنا سواد او الناس اللي هي عندها مرضى السكر وكده بيبان اكتر فيهم بيبقى لونه ازرق لونه جاي بالزرق شويه يعني لون الضفر بيبقى متغير. تمام دي بالنسبه للمنطقه دي منطقه الدماغ هي بطن البطن يعني جزئيه بالظبط من ورا اللي هي الدماغ الصباع الكبير ده الصباع الكبير ده الدماغ هنا العنق الرقبه تمام هنا الغده النخاميه اللي هي في منتصف الراس تمام من بره من هنا الوجه فاحنا كده بنعمل اللي هو الصباع من يعني تحت الضفر كده على طول ده الوجه من ورا من ورا من ورا ايوه تحت الضفر من الحته اللي تحت الضفر على طول من هنا الوجه الوجه تمام فاحنا في البدايه بنحاول ان احنا نمسك كل نقطه من النقط دي طبعا بنقعد فيها وقت كبير جدا عشان نتواصل معاها ونشوف ايه المشاكل اللي فيها من هنا فبيبان عندنا تحت ايدينا مثلا لو هنا مثلا فبيبان تحت ايدي اللي فيه حاجه كده بتبقى فيها مشكله ببقى حاساها من ضوافرها. طب الحاله هي اللي بتيجي يعني تشتكي لك تقول لك انا حاسه بكذا ولا حضرتك من من رؤيتك للمكان بتعرفي هي عندها كذا؟ لا يعني هي مش بتقول يعني. طب عايزين نعرف كمان يعني لو مثلا هل برضو القلب بيبقى فيه جزئيه في القدم والكبد كل الاعضاء كل الاعضاء انعكاس في القدم تمام يعني احنا عندنا هنا ده العمود الفقري لو هنا مستوي مظبوط يعني هو ليه شكل معين بيبقى نفس الشكل بتاع العمود الفقري بتاع الشخص يعني كل شكل من هنا نفس الشكل بتاعه بالظبط من ورا تمام في عندنا هنا الكتف المنطقه بتاعه الكتف يعني مثلا لو حد عنده هي تقريبا عندها مشكله في الكتف ده في وجع من الناحيه دي لو ضغطتي هنا هتلاقي فيه وجع تمام فهنا المشكله في هنا ايه الكتف. طب معنى كده ان ممكن الواحد تبقى رجليه عادي مستقيمه مثلا يعني عشان العمود الفقري مثلا مستقيم وبعد كده لما حصل فيه مشاكل الرجلين اتعوجت او كده يعني عشان نتيجه المشكله اللي عندهم. في اطفال اصلا بيتولدوا كده بيبقى رجليهم مستويه وبالذات الاطفال اللي هي عندها اعاقه وكده رجليها اصلا مش بتبقى مظبوطه. تاني حاجه بنبص للكرمشه اللي هي في منتصف الرجلين دي مثلا القولون يعني مثلا لو الحته دي مكرمشه اكتر فبيبقى في مشاكل في المنطقه دي كلها القولون والمعده. ده مصر كلها مكرمشه كل مصر عندها قولون فاحنا بنضغط هنا حاولي اللي انت تاخدي نفس تمام في الم شويه معلش هنا الحته دي. طيب احنا كنا عايزين نتكلم كمان على الفرح الشديد واحنا بنعمل الجلسه الفرح الشديد ممكن يكون بيأثر على ايه؟ الفرح الشديد بيأثر على القلب. الفرح الشديد مش معناه الفرح اللي احنا طبعا ربنا جميل وبيحبنا جدا فمش هيخلينا مثلا لما نكون مبسوطين هنتعب يعني لانه في القران في ايه بتتكلم عن الفرح الشديد اللي ربنا يعني مش بيحب الفرحين فمش معنى كده اللي ربنا مش بيحبنا احنا اصلا بيحبنا يفرحنا وكده مش معقول الفرح يبقى فيه ضرر اكيد طبعا
فهو الفرح اللي ربنا يقصده اللي هو كان بيتكلم عن قارون اللي هو كان فرحا فخورا تقريبا، صح كده؟ انا مش حافظه الايه قوي يعني. طب احنا ممكن نكمل العملي بقى المره الجايه، بس عايزين نكمل في الجزئيه بتاعه الفرح الشديد، يعني نعرف برضو ايه وشويه اوجاع برضو اللي ليها علاقه بالبطن والرحم والاجزاء الداخليه. احنا دايما يعني البطن دي كمان دي معقل فيها مشاكل كتير. المشاكل. طيب هنتكلم في ال ماشي، انت حابه ايه؟ تمام. هو المفروض انا بحب اركز اكتر مثلا في الجلسه احنا في العملي اكتر. تمام خلاص، ممكن الجلسه نخليها الحلقه الجايه ان شاء الله نكمل بقيه الجلسه ونكمل، بس عشان خاطر ايه دايما بيجي لنا اسئله. طب هل في يعني اوجاع البطن برضو دي بتبقى مؤشرات لحاجات معينه؟ خلاص اوكي، يعني مثلا بالنسبه للاوجاع السوريه. شكرا 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 لحضرتك يا فندم. بالنسبة اللي هنكمل بقية الفرح، يعني شعور الفرح بيأثر على القلب لما الإنسان بيكون الفرح اللي هو مش متوازن، يكون الفرح الشديد فطبعا بيتعب القلب. فالإنسان لازم يكون متوازن أكتر. وسوري أنا هاخد نفس لأن أنا بحب أركز أكتر، مثلا لو أنا بعمل جلسة بركز معاها بكلي، وكمان لو أنا بتكلم بركز مع الكلام قوي. فنبدأ كده، أنا نفسي مش طيب. إحنا ممكن خلاص يعني طبعا يعني لو كده تمام ممكن إحنا نكمل المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله. ويعني كان نفسنا طبعا الوقت يبقى فيه متسع اكتر من كده. بشكر حضرتك جدا يا كوتش نوره، وبشكر ام كريم. اهم حاجه المره الجايه عايزين نتكلم عن الهم والتفكير الكتير، عشان ده مصر كلها عندهم المشكله دي. طب باذن الله الحلقه الجايه هو التفكير الكتير بيأثر على الطحال والمعده. خلاص تمام، المره الجايه ان شاء الله هنتكلم استفاضه. يعني عشان يعني للاسف كلنا بنعاني من الموضوع وقت ده وقت حلقتنا للاسف. ما يعني نشوف ان شاء الله، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله في حلقه تانية وفقره تانية مع كوتش نوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.